10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة ضمن مباريات دوري النايل الدوري المصري الممتاز واستمرار مواجهات النادي الأهلي المؤجلة. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصل ثلاث نقاط مهمين. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم المارد الأحمر النادي الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا ضمن مباريات الجولة 19 والدوري نايل دوري المصري الممتاز. المباراة على استاد القاهرة الدولي، يذكر بأن المباراة الأولى انتهت بانتصار الأهلي بهدفين مقابل هدف على سيراميكا. القناة الناقلة أون تايم سبورت 1 والمعلق محمد الشاذلي. انتظرونا، سننقل لحضراتكم احداث هذه المباراة على قناتنا ان شاء الله فتابعونا. توقيت المباراة مساء اليوم الاثنين في 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصل ثلاث نقاط مهمين ضمن منافسات الجولة 19 المؤجلة ومباريات دوري نايل الدوري المصري الممتاز. يذكر بان النادي الاهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بينما يأتي فريق سيراميكا في المركز الثامن برصيد 44 نقطة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.